صباح الأمل، صباح النجاح اللي بعد مشوار مليان ألم. صباح الخير مشاهدين الكرام، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج استراحة. الكواليس هي كلمة سر الحياة كلها، وكل واحد فينا عنده كواليس كتير. الكواليس لو كل واحد حط فينا نفسه في كالوسة غيره وهيعرف ويقدر كويس جدا الطرف التاني وما يحكمش عليه من بره بس، وكمان مش هنزعل من بعض. بس في البداية أحب أرحب بزمايلي ونرجع تاني لموضوع حلقتنا. صباح الخير يا سمر. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير وصباح الضحكة اللي هتكمل معانا لآخر الحلقة. صباح حياتنا اللي شبه المسرح بكواليسها. كتير مننا بيشوفونا زي الجمهور من بره، وكتير بيعيشوا معانا كواليس كتير، عشان كده بيحكموا علينا صح يعني. وده موضوع حلقتنا النهاردة. صباح الخير يا عمار. صباح الخير عليك يا ياسمين. صباح الخير عليك يا سمر. صباح الخير، صباح الورد، صباح الجمال والياسمين عليكم. يا رب تكون حلقة لطيفة كده وجميلة ان شاء الله، تكون حلقه خفيفه علينا وعلى المشاهدين كمان. بس في ناس كتير من المشاهدين زينا بالظبط عندهم كواليس، يا ريت تشاركونا في حلقتنا النهارده كواليس كل انتم مش قادرين تنسوها. بس في البدايه سمر احب اسالك كده، احنا لينا كواليس، في ناس بتحكم على الناس من بره، بنحقد ونحسد الناس اللي وصلوا لنجاح كبير قوي. تفتكر يعني الكواليس ديت اللي بيمروا بيها الناس مش حاسينها ولا شايفينها، كان مر عليكي كواليس برضو والناس شافوكي من بره؟ بص، يمكن دي هقولها في الاخر خالص، لكن لو على الناس وده بيحصل معاهم جدا طبعا. كتير مننا بيتحكم عليه من بره. أيوه. مفيش حد بيحط نفسه مكان التاني، وده طبعا بيفرق نفسيا معانا، لان بيبقى في كواليس بتتعاش. لو حد بينجح، لو حد في دراسه، لو حد بيتجوز طبعا. الشباب بتلاقي بيحصل معاهم في الجواز كواليس كتير جدا. أيوه. والعروسه تلاقي توتر بقى، فطبعا كتير بنعيش حاجات مش بنعرف، مش يعني الناس مش بتشوفها من بره، وده بيأثر علينا يعني. ده حقيقي، وبيحكموا دايما علينا فعلا من بره، ما بيشوفوش ان ده مر بكتير قوي وتعب كتير في مشواره عشان يوصل للمكانه دي. ولا يا عمار، انا هاخد بقى كلمه من سمر زي ما قالت، كواليس الفرح. كواليس الفرح دي حكايه لوحدها طبعا. لسه قدام كتير. بس كواليس الفرح دي التجهيزات قبلها، ده مش عارف، ده البدله، ده انا اروح للكوافير، ده صداع بتعمل صداع انتوا حاجاتكم سهله، احنا البنات صعبين قوي جدا. وبعدين عايزه اقول لك الحاجه، في الاخر بقى تلاقي المعازيم بيعملوا ايه؟ هي العروسه فستانها مش حلو ليه؟ لا 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 لا، تسريحه الشعر مش حلوه خالص. لا، العريس بقى لو ما كانش عمل دوجلاس كان هيبقى اشيك واحلى. لا، ما هو احنا دايما قاعدين والله ننتقد، بس دايما الانتقادات، ونقعد نشوف دوت يعني. ما نراعيش المشاعر دلوقتي بقى، اللي هو انا علق على سمر وما راعيش مشاعرها بقى، مرت بايه او فرحت لما وصلت لدوت اصلا، بدل ما نشكرها على دوت او نحفزها انها تكون احسن ننتقد. لا لا، ما طبعا ما فيش الكلام ده، ما بيحصلش يا ياسمين. وكمان لما بيكون في حد بقى بيبقى حد ناجح، بنبص عليه من نهايه المشوار، مش بنشوف هو عانى قد ايه، تعب قد ايه، وقع كام مره، مين خد بايده، ولا هو قاوم نفسه، طب كان عامل خطط لنفسه، حد ما كانش بينام. انت ممكن احنا نكون بننام بالثمان تسع ساعات، والشخص اللي نجح ده ممكن يكون نام ساعه واحده في اليوم عشان يوصل لهدفه بس. ما هو في حاجه، ما انا مثلا عشان اوصل لهدفي تعبت كتير، وعشان مش هينفع مثلا اوصل لحاجه من غير ما اتعب لها، الناس ما تعرفش حاجه. بس انت عاوز تحقق هدفك، لو بالزبط. ليك هدف هتحققه، ما لكش دعوه باي حد. بالظبط. لا، وبعدين ما بيتشافش ده يا عمور، هو بيتشاف النهايه. انت نجحت يا ابني الذين، نجحت ازاي عملتها، فبيتشاف النهايه. انتوا عارفين اسماعيل ياسين برضو مر بظروف كتير قوي صعبه، وبقى ينام في الشارع، ورغم كده احنا ما حسيناش بده، شفنا الضحكه الحلوه ورسم على يعني، خلانا كل ما نشوفه نضحك ونفرح من قلبنا. وكمان في ممثلين كتير جايبين حاجات يعني ايه، ما كانوش ناجحين في الحياه التعليميه، بس دلوقتي بقى مكسرين الدنيا. تمام. وكمان كواليس الثانويه العامه يا جماعه، يعني عايز اقول لكم رهبه الطلبه وهم في الثانويه العامه، يا رب يعني بيعيشوا حاجات وحشه قوي وتوتر نفسي. طب ناخد تليفون ونرجع نكمل مع بعض نكمل موضوعنا. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. ممكن اشارك في الحلقه معاكم؟ اتفضل، احكي لنا كواليسك كده اللي انت مش قادر تنساها، تشاركنا معاه. اتفضل. والله الكواليس بتبقى كتيره في حياتنا، بنمر بحاجات طول حياتنا بنتعلم منها، ومن ضمن الكواليس ديت اخطائنا. لما بنيجي بنمر بظروفنا في الحياه بنتعلم منها، هي دي الكواليس، ان الواحد لازم يتعلم من حياته سواء اذا كانت وحشه او كويسه. طيب وصلت لايه بقى يا محمد، او ايه كواليسك يعني، حاجه من كالوسه كده من عندك تكون فاكرها جدا ودايما انا بفتكرها بتضحك عليها؟
والله هي الكواليس ايامي مثلا لما كانت في الجيش، كواليسي لما كانت لما كنت بلعب كوره، جت فتره لعبت كوره، فالحاجات دي طبعا كلها بفتكرها يعني. بس اكيد كمل 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 وانا هسالك بعدين. واكيد الحاجات دي يعني ما بتمرش كده، لازم برضو نكون بنفتكرها. تمام. اكيد كواليس الجيش فرقت معاك كتير يا محمد. اه طبعا. طبعا. واكتر حاجه برضو يعني خليتني فاكر الموضوع ده، اول مره جيت اخطب رحت على طول تاني يوم استدعى على طول. وش العروسه حلوه يا محمد. ربنا يخليكم لبعض يا محمد يا رب. الله يخليك. شكرا. شكرا ليك يا محمد. شكرا ليك. اتفضلي يا سمر، كنا بنكملي كلام. اه لا بس محمد عمل فوكس على حاجه حلوه قوي، ان الكواليس اللي في حياتنا وبنمر بيها بتعدل كتير من حياتنا، واخطائنا اللي بنقع فيها بتنفعنا في حياتنا اللي جايه بعد كده، فدي حاجه كويسه جدا يعني. بيبقى في حاجات كده الناس مش بتشوفها، وتحس تلاقي الشخص فجاه اتغير. يعني كان الاول ما بيعرفش يتكلم كويس، الاول كان بيثق في الناس اكتر، هما بيبصوا بره بس. انت نجحتي، ما بيبصوش انت شفتي ايه عشان توصلي للنجاح. بالظبط. لا بالزبط. بيجي بقى مثلا الصعوبات اللي واجهتها عشان تعرف توصل لهدفها. والله حقيقي فعلا كل حد بينجح ياسمين والله فعلا بيقابل في طريقه عواقب كتير جدا. يعني احنا نفسنا عشان نبقى في المكان ده اكيد مرينا بحاجات كتير وقعنا وقمنا وجربنا. فكل حد بيبقى عنده كواليس في حياته كتير. وكمان مكالمه محمد وهو بيتكلم عن الاخطاء، طبعا احنا ساعات زي ما بقول لك بنشوف شخص مثلا، الشخص ده كان مثلا هادي شويه، لا فجاه لقيتيه حد متكلم ومتحرر في افكاره وابتدى بيعمل حاجات عكس اللي كان بيعملها. ده من الاخطاء اللي وقع فيها. مش شرط برضو، ممكن في يعني في مرحلته هو ماشي في كواليسه قابل ناس خدوا بايده لده. دي بتبقى حاجه جميله قوي بجد يا سمر، لما بتلاقي فعلا وتطلعي من المحنه اللي انت فيها باشخاص حقيقيين بجد يقدموا لك النصيحه ويرفعوكي. أيوة. مكانه انت عاوزه توصلي لها، ما يكونوش برضو يشجعوك حاقدين عليك. عشان لو هم في طريقك حد حاقد عليك عمره ما هيوصلك. مش هيوصلك لاي حاجه. أيوة. اي نجاح اصلا بتلاقي دايما السبب فيه ناس وراه، اللي هم خلف بقى الكواليس اللي الناس ما بتشوفهاش. بالظبط كده، بيبقوا بيدافعوا عليك. ايوه اتفضل. كان كل لو كل واحد خاف على كما تدين تدان، الدنيا هتختلف سواء في الكواليس بره يعني الكواليس. لو حسبنا فعلا على حكمنا على الناس، لان الدنيا بتدور يعني. فانت خاف على نفسك هيجي عليك الدور. وكمان عايزه اقول لك ان مهم جدا ان انت ما تعتمديش على الناس اللي ممكن تحفزك، لان قليل قوي في طريق نجاحك هتلاقيهم. لا بس برضو في يعني في طبعا في القريبين قوي، يعني مش عايزين نقول ان في لا 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 مش بعمل لا طبعا. بس في نفس المجال اللي انت هتدخلي فيه اكيد هتلاقي. أيوة. انما لو مجال تاني ممكن تلاقي حد يشجعك. بس هو في ناس بقى حاقده شويه بقى، ان هو مثلا ما يقول لك مثلا تعملي كذا، بس هو بيدل لك على حاجه تانية. طب قابلت النوع ده يا عمار من كتير. حياتك كتير كتير تبقى مثلا يقول لك على تقول لك مثلا اعملي كذا، بس هو عاوز حاجه تانية، عاوز وراه مصلحه تانية، حاجه تانية. أيوة. عشان يستفاد هو من ورايا. شوفك هتعملي ايه. مش شرط والله يا عمار، في اصحاب شاطرين يعني. انا في ليا ناس القريبين بس البسي كذا، اعملي الطرحه اللون كذا، بيبقوا عايزين ان هم يخلوني كل مره احلى من اللي قبلها. يقولي كذا، اقعدي قاعده كذا، يعني بجد بحس لما هم دول بنجح. لا فعلا بنجح تعاملك معاهم. هو قليل اول ما بيجي نصيحه من بعيد، يعني مثلا ممكن تتوقعي نصيحه من واحد تيجي عكسها. تمام. دي بتبقى ضربه جامده جدا لما بتيجي من حد ما اتعلمت من اخطائه. طبعا شكله ما شاء الله يعني. لا بس عمار اكيد يعني ما بتثقش بتتعلم يعني. انت لو حصل معاك الموضوع ده اكيد تاني مره مش بتتعامل بنفس. لا طبعا لا لا، بس مشكلتي ان انا بسامح. معرفش دي مشكله ولا لا. دي مش مشكله، بسامح بس يعني ممكن يعني ممكن اقول لحد مثلا على حاجه وما يعملهاش، اجي تاني مره اسامحه واكلمه مع اني لا، مع اني مثلا قلت لا خلاص مش هكلمه عشان هو دليل على حاجه وحشه، بس ارجع اكلمه قلب الطيب. ما بعرفش اسيبه. لا هو قلبه طيب، انا شفت ده بره في الكواليس الحلقه قبل ما ندخل اتكلم فيه. عمار كويس. وبعدين يا عمار حتى لو انت يعني قلبك طيب، انت تبقى فخور جدا بنفسك، لان قليل قوي اللي بيعرف يحافظ على بس قلبه. بس تقلب بحاجه عكسيه بعد، يعني مثلا كل ما تلاقي مثلا شخص قدامك طيب مثلا كده، في ناس بتزيد اكتر في بتفكروا معلش في الكلمه اسف فيها طبعا اهبل. ليه؟ طب ليه؟ مش خالص خالص. بس احنا برضو متفقين ان لازم لكل واحد فينا كواليس في حياته، كواليس تخلينا ان احنا نقدر ننجح ونوصل لده. بس الناس بتشوفها من بره، بس بتحكم علينا من النجاح، ما بتحكمش علينا من خلف الكواليس زي ما بيقولوا، او من الكواليس اللي احنا عشناها وتعبنا فيها. عايز اعرف بقى من سمر، ايه الكواليس اللي مريتي بيها والناس شافوكي من بره بس ما دخلوش جوه؟ طيب انا في حاجه كده حصلت لي مؤخرا، ودي حاجه تعبتني نفسيا جدا. يمكن انا
من حوالي شهرين بابا توفى، والحاجة دي يعني كنت حاطة المسؤولية قدامي مع حزني، كان لازم أقوم وأكمل لأني في ناس أنا مسؤولة عنهم ما ينفعش يتأثروا. فكملت حياتي وابتديت واشتغلت ورجعت شغلي، وطبعا كان لازم ألبس كويس وأروح شغلي مبتسمة عشان الناس ما لهاش ذنب بوجعي. فطبعا ده عاد عليا بكلام سلبي، وانتي مش فارق معاكي وانتي طالعه عادي وعايشه حياتك وباباكي ولا كانه كان موجود في حياتك، بل بالعكس. رسالتي النهارده اصلا من مكاني اني ما تحكموش على الناس من بره. حقيقي الناس بتتوجع قوي قوي مع نفسها، والناس اللي بتكتم جواها دي اكتر ناس بتتوجع صدقوني، لاني مش لازم ابين قدام الناس حزني او وجعي يعني. ده بيبقى جوايا وده بعيشه كل وقت مع نفسي مش مع حد. ما تبصيش بقى للي يحبك بس يا سمر. اكيد ما تحكمش على الناس من بره. أيوة. وكمان ياسمين يعني قبل ما نطلع الحلقه هيبقى في تقرير حلو قوي قوي، مش عايزه اكد عليكم بس هيبقى في تقرير حلو قوي. ده بيقول ان العمل الفني ممكن يتصور يبقى مدته 5 دقايق بس، نعيش ايام كتير 3-4-5 ايام بنصور فيه. هتشوفوا ده في الكواليس وفي التقرير، هيعجبكم اكيد. كملي يا سمر. تحبي يا عمر تقول حاجه قبل ما ننهي فقرتنا؟ طبعا الكواليس سر حياتنا، طبعا دي اساس كل حاجه، بس طبعا بتبقى مخفيه عن ناس كتير، فلازم نخلي بالنا نحط نفسنا مكان التاني عشان نعرف هو عمل ايه وحقق ايه. وكده انتهت فقرتنا خلاص. لكل نجاح كواليس مليانه بالتعب والجهد، وكمان برضو الانبساط والفرحه اللي من القلب. وبكده انتهت فقرتنا، لكن فقراتنا لسه مكمله. انتظرونا هنطلع للتقرير صغير من سمر الجميله ونرجع لكم بعد الفاصل. مين فينا ما يعرفش مسلسل رأفت الهجان؟ تعرف إن مسلسل رأفت الهجان في الأساس كان هيعمل دور البطل الزعيم عادل إمام؟ طب مين فينا ما يعرفش مسلسل ذئاب الجبل؟ ولا دور علوان الشهير الشرير اللي كان بيجسده الفنان الكبير عبدالله غيث؟ تعرف إن الدور ده كان بيلعبه قبله الفنان الكبير صلاح قبيل، بس مات قبل ما يكمل تصوير، وجي الفنان الكبير عبدالله غيث مات هو كمان أثناء التصوير، ومحدش من الفنانين قبل يكمل الدور مكانه لأنهم حسوا إن الدور فيه لعنة. بجمايا الله يخليك يا وارد. سمعت قبل كده أغنية عمرو دياب الشهيرة وهي عاملة إيه دلوقت ومين هون عليها الوقت؟ تعرف إن الأغنية دي المفروض كان هيغنيها محمد منير، بس الهضبة مسك فيها وقدر يخطفها قبل الكينج وبقت من أنجح أغانيه. يلا يا شاطر خد اخواتك وروح لامك، زمانها بتدور عليك. طب مين فينا ما يعرفش عبد الحليم حافظ والفيلم الشهير معبودة الجماهير؟ تعرف ان معبودة الجماهير اتصور في 4 سنين؟ ولا اغنية بلاش عتاب اللي من اهم اغاني الفيلم اتغير لحنها كتير في خلال ال4 سنين؟ ياما ياما. الكواليس كتير والنجاح مش من فراغ، وكل حاجة في مشوارها صعبة حتى لو بنت لك النتيجة سهلة. كان عندها ولد واحد مات وهو صغير ولم يحصلوا على اسمه في المعادي. كان عندها ولد واحد ومات وهو صغير، مفيش أي أثر لاسمه في المعادي. كان عندها ولد واحد ومات ومفيش أي أثر لاسمه. احنا نمشي جملة جملة نعمل فيها كده. كان عندها ولد واحد ومات وهو صغير ومفيش اي اثر لاسمه في المعادي. الله اكبر فوق كيد الموت. ايه بقى يا حنان؟ عارفه يا بنت هنا ليه اختفيت؟ ليه؟ لا على فكره انا بصيت يا جدعان مش هينفع وربنا. والله العظيم على رايي بنتعب زيهم وبنشتغل زيهم وبنشتغل في حاجات كتير قوي حقها، وفي الاخر يعني بتحصل حاجات. ايه ما انت كنت ماشي كويس. هات لي الحبايه من على الجمل بسرعه. حاضر. اكشن. نفسي بجد احقق حاجات كتيره في حياتي قوي. بتقول لك نفسي اطلع فنانه ودكتوره واعلاميه. الواد ده اكتشاف. نفسي ابقى فنانه مشهوره او محاميه. مش بقى اي حاجه. هو انت قلت ايه؟ انت ولا عملت ايه؟ انت ولا مش عايز ايه؟ قلت ايه ولا عملت ايه؟ ربنا يعيدك وربنا يدي وجعي. والله في غلط كده. معلش هعيد. خرب بيتك خرب بيتك لبيت سنينك. معلش يا باشا. بقول لك ايه يا حماده يا حبيبي، دي بنتي الوحيده مش هوصيك عليها بقى. ثواني يا جماعه معلش ثواني.
احنا لابسين الحجاب ومقتنعين بيه جدا. يا اسو انت بتتكلمش غير واحنا بنسجل. هتقول الكلب ده ومين سلمى دي كمان؟ الا سلمى دي اللي عرفتنا على بعض هي هبله مش هتقدر انت اتلخبطت اصلا شغال عبيد ومين سلمى دي كمان؟ الا سلمى دي اللي عرفتنا على بعض انت بتضحك على ايه؟ انا مركز معاك انت حمي بقى ولا نشوف حد تاني؟ لا لا خلاص يا استاذ هعدي ومين سلمى دي كمان؟ الا سلمى دي اللي عرفتنا بتضحك ليه؟ ومين سلمى دي كمان؟ الا سلمى الا يا نيلة كنت ماشيه كويس ومين سلمى دي كمان؟ الا سلمى يا جدع يا جدع ومين سلمى دي كمان؟ الا سلمى دي اللي عرفتنا على بعض يا يا جدعان يا جدع ومين سلمى دي كمان؟ الا سلمى يا سيد ما تركز ركز يلا والله يا اللي بتحكي يا سمر حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينفخ في خاتكم ويسلخ يا رب في حق جاهد مصطفى.